السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي متتبعين قناة زراعة بسيطة مع فؤاد في حلقة جديدة من حلقات قناتكم زراعة بسيطة مع فؤاد. على حسب اللي توصلت ببعض الأسئلة في لي كومونتير ديال المتابعين ديال القناة، بزاف ناس كيسولوني على الطريقة ديال نقل، يعني نقل النبتة أو النباتات من وعاء كيكون صغير إلى وعاء أكبر. بعض الناس يعني كيبان لهم بأن هذا الموضوع أنه بسيط وما كيحتاجش زعما شي تقنية ولا شي حاجة، هو في الحقيقة موضوع مهم. بالنسبة للنبتة كما كنلاحظوا، النبتة بعض المرات، يعني بعض الأحيان، كتولي أكبر من الوعاء ديالها. يعني هذه الكميه ديال التربه اللي كاينه هنايا كتولي ما كافياهاش، والوعاء كيولي صغير عليها، يعني ما كتنموش بواحد الطريقه مزيانه، وحتى الاوراق كما كتلاحظوا كيبداو يصفاروا وكيبداو يتساقطوا بسهوله. يعني هذا سبب اللي كيبين لنا ان هذه النبته ولا خاصه انها تنقل الى وعاء اكبر. كما تلاحظون ان الاوراق كتصفر وكتسقط بكل سهوله. وكذلك من بين العلامات اللي كتبين لنا على ان النبته خاصها يعني تنقل الى وعاء يكون اكبر، ان الجذور كيبداو يخرجوا لنا من الاسفل ديال الوعاء. الان غنشوفوا الطريقه كيفاش غنقوموا بنقل واحد النبته من وعاء صغير الى وعاء اكبر. بسم الله. اول شيء نقل واحد الوعاء يكون اكبر، يعني كما تلاحظوا هذا الوعاء اكبر من هذا، يعني هذه النبته ولات محتاجه الوعاء اكبر. كنوضعوا هنا واحد الثقب، وكل ما كانت كثيره كل ما مزيان، يعني في الاسفل ديال الوعاء باش كتساعد على تصريف المياه. بسم الله. بالنسبه للنبته اللي غنديروا فيها التجربه ان شاء الله، هذه نبته الايونيوم. نبتة الايونيوم اللي سبق لي درت عليها حلقة، يعني طريقة العناية بها، ممكن انكم ترجعوا وتشوفوها. باش تسهل علينا العملية ديال اخراج هذه النبتة او اي نبتة من الوعاء ديالها، كنقوموا اول حاجة هذا الوعاء ديالنا كنسقيوه شوية بالماء، وكنخليوه واحد المدة ديال ساعة او ساعتين باش الاخراج ديالو، يعني النبتة بالجذور ديالها وبالتربة ديالها كنخرجوها بسهولة. هاد العملية قمت بها كما تلاحظون، التربة هي مسقية مزيان، التربة مسقية مزيان. كنحاولوا باش النبتة يعني نتعاملوا معها بواحد الطريقة تكون بحال كنتعاملوا مع شي طفل صغير، يعني بشوية بالليونة كنخشيو يدينا بحال هكا، كنشدوا النبتة وكنحاولوا بهاد الطريقة نقلبوا كما تلاحظون. بسم الله. هي نبتة الايونيوم، يعني استطعنا اننا نجبدوها الجذور ديالها فين خرجوا، يعني ولات محتاجه مساحه اكبر. نحاولوا نردوها، هذه غير وريتكم دابا الطريقه كيفاش كنقوموا باخراج النبته، يعني حل سهل. الان غناخذوا الوعاء ديالنا اللي غننقلوا فيه هاد النبته. اول حاجه كناخذوا الحصى، يعني حصى عادي، حصى ديال البناء، كنحاولوا نوضعوا واحد الكميه منه في اسفل الوعاء. كميه من الحصى في اسفل الوعاء، هاد الحصى كيسهل علينا عمليه ديال التسرب ديال الماء الزائد اللي كيكون في التربه، وكيقوم بالدور بحال الفلتر، يعني بحال المصفاه الصفايه. وباش نستافدوا اكثر ممكن اننا ناخذ واحد قطعه من الشبكه نوضعوها هنا في الاسفل ديال الوعاء كما تلاحظون، اسفل الوعاء. و الى ما توفرتش لينا الشبكه ممكن اننا ناخذ ورقه عاديه نفس الشيء نوضعوها، و الى ما توفرش لينا هادشي كامل ممكن اننا ناخذ قطعه من القماش، يعني ثوب يكون رقيق، ونوضعوه في الاسفل ديال، يعني فوق من الحصى. حنايا
ناخذ هاد الشبكه وهاد التربه، حنا موجدينها. ومن بين اهم الملاحظات خاصنا التربه نحاولوا يعني نديروا كل ما بامكاننا ان التربه اللي كتكون فيها النبته في الوعاء الصغير تكون من نفس نوع التربه اللي غننقلوا فيها الوعاء الاكبر. بسم الله كنوضعوا التربه بهذا الشكل. كما تلاحظون كنوضعوا التربه ديالنا يعني بهذا الشكل. وكنحاولوا يعني نخليو المسافه كما تلاحظون هنايا، يعني كنخليو واحد المكان اللي غنوضعوا فيه النبته ديالنا. بسم الله. الان الى شفنا بانها هابطه المستوى بزاف ديال الوعاء، كنحاولوا نزيدوا التربه. باش كتبقى لينا دائما النبته فوق مستوى هذا الوعاء، باش طريقه السقي تجينا طريقه سهله وتستافد النبته من هذا النقل. بسم الله. كما تلاحظون يعني التربة تقريبا هابطة شوية على المستوى ديال الوعاء. كنقومو بملء الجانب ديال الوعاء بهذا الشكل، يعني طريقة سهلة. وكملاحظة يعني ملاحظة مهمة بزاف، أن أحسن الأوقات لنقل النباتات يعني من وعاء صغير إلى وعاء أكبر هي فصل الربيع وفصل الخريف. وإذا كنا مضطرين أننا يعني ننقلوا هذه النبتة ديالنا من غير هذه جوج فصول، كنحاولوا أننا نقوموا بالنقل ديالها، ما نوضعوهاش في واحد المكان اللي كيكون حار بزاف، يعني درجة الحرارة مرتفعة بحال فصل الصيف أو شديد البرودة يعني في فصل الشتاء. يعني نوضعوها في واحد المكان يكون معتدل باش النقل ديال النبته من يعني ما ناثروش عليها. ملي كنساليو كنحاولوا نضغطوا على النبته ديالنا من الوسط، كنحاولوا نضغطوا عليها بهذا الشكل. وتاتي بعد هذه المرحله الاخيره وهي مرحله السقي، يعني نقوموا بالسقي ديال النبته ديالنا الى الغمر. وكما تلاحظون من بعد ما قمنا بسقي النبته ديالنا يعني نبته الايونيون الى الغمر، نكونوا انتهينا من العمليه ديال نقل النباتات من اصيص صغير الى اصيص اكبر او وعاء اكبر. الى هنا نكون انتهينا من الحلقه ديالنا، يعني حلقه نقل النباتات، ونتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا وخديتوا ما يكفي من المعلومات للقيام بهذه العمليه التي تعتبر مهمه ومهمه جدا في عالم النباتات. بالنسبه للمتتبعين قناه زراعه بسيطه،
نتمنوا انكم ديروا لايك وتقوموا بالتعليق، سواء اسئله او اي تعليق محفز. وبالنسبه للناس اللي اول مره كيشاهدوا قناتنا، يتابوناو معنا ويدعمونا، ونتمنى التوفيق للجميع في عالم النباتات المنزليه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.